في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم لقاء. في ظل نقص حاد للغذاء يعاني منه جل العالم، خاصة دول العالم الثالث والدول الأفريقية بالذات، في فترة تتطلع فيها شعوب العالم إلى اكتفاء ذاتي من الغذاء، في زمن يعمق فيه البحث عن حلول للفقر ويشجع فيه الإبداع في هذا المجال، كان لابد أن نجد أفكارا يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في الحد من هذه الظاهرة. في ظل هذه العوامل وغيرها جاءت فكرة بنوك الغذاء، وهي الفكرة التي كللت بالنجاح في العديد من الدول خاصة الأوروبية. ما هي بنوك الغذاء إذن؟ وكيف تساهم في انتشال الفقر؟ وما هو بنك الغذاء في موريتانيا؟ وماذا قدم؟ وما هو بنك الغذاء في موريتانيا وماذا قدم؟ وهل بإمكانه القيام بدوره كاملا؟ وماذا عن المنتدى أو منتدى التشاور بين البنوك الأفريقية والعربية الذي سينعقد في 21 أبريل الجاري في نواكشوط؟ أسئلة ضمن أخرى أطرحها على الهواء مباشرة على ضيوف حلقة الليلة. السيد سلمو الحنفي، رئيس بنك الغذاء الموريتاني ورئيس التحالف الموريتاني ضد الجوع وسوء التغذية، أهلا بكم سيد الرئيس. شكرا. معنا كذلك السيد محمد السداتي، ناشط في المجتمع المدني الدولي، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة. وبداية السؤال الأول سلمو، أريدكم توطئة عن بنوك الغذاء بشكل عام. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. بدء نختار نتقدم بالشكر طبعا للتلفزة الوطنية التلبية طلبنا لتنظيم هذا البرنامج، واللي نسعى من خلاله الهدفين أساسيين. الهدف الأول هو تحسيس الشركاء بتنظيم هذا المنتدى، لأنه على درجة عالية من الأهمية، ولأنه على كل حال حدث استثنائي في جوهره وفي شكله، لأنه لا يعود هو أول، يعتبر موريتانيا هي أول دولة عربية اليوم تجمع جميع بنوك الغذاء العربية، وهم اللي على كل حال الخلفية أيضا الإفريقية، لأن أنتم تعرفون أن موريتانيا عندها مثلا رئاسة دورية الإفريقية، وهذا على كل حال هم اللي يجعل من المنتدى عنده أيضا ميزة خاصة أو طعم خاص، لأنه يعني يجمع العرب والأفارقة تحت نفس السقف، ويشدوا على كل حال أخبار أمور كم الأمن الغذائي والفقر اللي كيف قلتوا على كل حال يعاني منهم العالم كامل، فما بالو كيف دول جو الصحراء اللي احنا منها. إذا هذا على كل حال نقطة، الهدف الأول اللي نسعى له من خلال هالبرنامج هو تحسيس الشركاء، يسوى صقاع منهم ذوك اللي فاتوا حسوا سلفاً ومشاركين على كل حال في الأمور الإجرائية والتنظيمية للمنتدى، وذوك اللي ما فاتوا وحسوا كيف الإعلاميين وكيف الدولة بشكل عام وكيف أرباب العمل وكيف المجتمع المدني وكيف جميع يعني وكيف عموم الناس على كل حال بشكل عام. لأن يعني الفكرة كيف قلتوا فكرة جديرة بالاهتمام وجديرة بأنها على كل حال يخصص لها أكثر من برنامج، وجديرة من اللي على كل حال بأنها تفسر للناس، لأن ياسر منها سامع بها هكذا، وياسر منها عنده نقص في المعلومات، وياسر منها على كل حال يحتاج من اللي على كل حال لا يفهمها. ما الهدف الآخر؟ وبعدين التحسيس في حد ذاته ما هو هدف، تحسيس وسيلة القاية، وذيك القاية شنو هي؟ هي بعدين الناس اللي وحست وفهمت الفكرة بعدينها تنخرط. كيف تنخرطنا احنا في 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 في, في, في هذا رأيك النضال ضد الجوع وسوء التغذية وانحياز للطبقة الفقيرة؟ وذاك الانخراط على كل حال يجب حقيقة وحكما بأنه يتجلى في العمل. يمكن يعني أنتم تعرفوا عن بنوك الغذاء على أنها آليات مستحدثة كيف التحارب ضد جوع وسوء التغذية، هذه آليات مستحدثة اليوم في العالم، وعندها تجارب ناجحة كيف تضغط رأيك مثلا
في دول العالم الاخرى. طبعا ننظر ناخذ هذه التجارب الين مثلا نوضحوا للمشاهدين ونوضحوا لصناع القرار والاعلاميين وعموم الناس الموريتاني شنو هي اهميه بنوك القلاع في مكافحه الفقر. وعلى كل حال اللي بعلن فهمت تجارب رايدس وفي مصر وفي اوروبا لها نرجعوا لها بعد حين. نعم. اذا الاخ سيداتي، انتم كناشطين في المجتمع المدني، شنو هو تحسيسكم بهذه بنوك الغذاء؟ شنو الدور اللي راه لكم عنها يلا تقوم به؟ وشنو الدور اللي يمكن من خلاله نوعي به المواطنين على اهميه هذا الدور والاستفاده منه؟ شكرا. في البدايه اود ان اشكر التلفزه الوطنيه على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع في غاية الأهمية يتعلق بدور المجتمع في معالجة قضية ترتبط بسيرورة وتنمية هذا البلد، وهو ما يرتبط وما يتعلق ببناء شراكة واستراتيجية تتعلق تنطلق من العمل المشترك بكافة مفاصل وأدوار المجتمع، سواء كان مجتمع مدني أو رسمي أو قطاع خاص أو إعلام. هناك لا بد أن تكتمل الأدوار، وأنتم تعرفون أنه في السنوات الماضية تخلت الدولة عن الكثير من الأدوار بسبب إكراهات ضغوط البنوك والممولين الدوليين، لكي تتخلى الدولة عن جزء من الخدمات والتدخل ذات الطابع الاجتماعي. إذن لا بد من سد هذا الفراغ، وهذا الفراغ انبنى على دور قطاعات أخرى من بينها المجتمع المدني، ومن هنا يتجلى دور المجتمع المدني. ولكن لا بد أن تكون أرضية الشراكة موجودة وقائمة، وأن يكون المجتمع المدني أيضا له القدرات والمهارات أن يلعب هذا الدور، وأن يكون له أهداف تنطلق من حاجات الناس ومتطلبات التنمية، وأن تكون أيضا تتكامل مع الخطط التنموية للبلد. ومن هنا تنزلت مبادرة بنك الغذاء الموريتاني، الذي مبادرة من السيد يسلمو والحنفي، الذي عرفته وألفته في الخارج في منتديات دولية يناقش هذه الفكرة ويناضل من أجلها أن تتحقق. وقد لمسنا وجودها في السنة الماضية، والآن في مراحل متقدمة من التنظيم والتأطير والتحسيس. فإذا هي فكرة وجهد نشكره عليها، ولكن لا بد أن يكون المجتمع المدني الموريتاني والإعلاميين وقطاعات المجتمع كلها مستعدة أن تقوم بالمبادرات اللازمة، وأن تتكامل جهودها في إطار الخطط التنموية التي تلامس حاجات الناس. فنحن في مجتمع مؤشرات الفقر والاحتياج مؤشرات مرتفعة، وهو ما لاحظناه وما سمعناه في التقارير الأخيرة التي قرأنا عنها وسمعنا نحن وأنتم. فإذا هناك ناقص خطر يدق من بيننا، فإذا لابد من أن تكون هناك هبة، سواء من المجتمع المدني أو من القطاع الخاص ومن الدولة، وعلينا أن تتكامل الأدوار، وعلينا أن نتعامل وأن نبني ثقافة الشراكة وثقافة التعاون لكي نتعدى مرحلة مهمة جدا. ونحن في موريتانيا هناك مناخ من الحرية والديمقراطية في الحقيقة كمجتمع مدني نشكره ونثمنه بما سمح من تأسيس المنظمات المجتمع المدني التي تجاوزت 6000. لكن هذه المنظمات لم تؤطر ولم تبنى على تخصص وعلى أهداف، وإنما كانت انطلقت من إطار موضة أو فترة معينة، ولكن أجهضت وماتت في المهدي، لأن البيئة والثقافة والوقت لم يكن مناسبين لميلاد هذا المجتمع. ولكن لا بد من مجتمع مدني ناضج ومجتمع مدني متخصص ينطلق من ثوابت المجتمع وينطلق من حاجات الناس
وأن تكون هناك أيضا استعداد من طرف الدولة للتعاون والتكامل من أجل أن يكون المجتمع يخدم الموريتانيين ولا يخدم غير الموريتانيين. وهذه مسألة أساسية لا بد أن نشير إليها. من أجل أن تبقى ومن أجل أن توجد نفسك لا بد لك من مصادر التمويل، ومصادر التمويل للأسف الشديد تحتاج قدرا من الجهد، وما متوفر منها فهو خارج الحدود، وإن كان خارج الحدود فلا بد له من أجندات قد لا تخدم انسجام ووحدة والمرامي التي نهدف إليها. إذن نحن هنا كما قال السيد رئيس البنك الغذائي سلمو، نحن الآن أمام لحظة تاريخية وعلينا أن نعيها جميعا، سواء في المجتمع المدني أو الإعلاميين أو الدولة، أن موريتانيا ستكون محفل دولي في الأيام القليلة القادمة. سيأتوا الممولون، سيأتوا الشركاء، سيأتوا أصحاب التجربة، من أجل أن نضع جميعا استراتيجية بالتعاون مع الخبراء الذين لهم تجارب ناجحة في هذا، وأن نتعاون أيضا مع الممولين الذين سيشاركون في هذا، لنبني استراتيجية من خلالها نبني برامج تخدم المواطن الموريتاني. سيد الرئيس، الأخ سيداتي أجبرنا على أن نبدأ بموضوع أو بالنقطة التي تتحدث أو بالجزء الذي يتحدث عن المنتدى. وإن كنت أفضل أن نشرح بعد قبل ذلك للمشاهد ما هو هذا البنك، وما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به، وما هي الأهداف التي مثلا يمكن أن تتوقع بعد نجاحه. لكن قبل ذلك لنبدأ في المنتدى، شنو هي طبيعة هذا المنتدى؟ شوف، أنا لا هنا نرتبط بشكل وطيد بالموضوع وسياق ذاته. أنا لا هاللي بعلن المنتدى سعيد نتكلم عليه، لا بد أن نتكلم أساسا عن المراحل اللي وصلت من المنتدى. نعم. قال هذا كامل يوعد إن شاء الله بشكل وجيز، ما فهم خوف على الوقت إن شاء الله. تتعرف الأمور بدأت هون 2011 بتأسيس اللي قالوا التحالف ضد سوء التغذية، لأن آليات تحالف ضد سوء التغذية والبنك الغذائي هي كيف قلنا آليات مستحدثة. بدأت في سنوات 2000-2001 أول تحالف عدل، ومن ثم على كل حال توسعت في بعض من البلدان وثبتت على كل حال نجاعتها في مكافحة الفقر. وبالتالي عادت الدول تعدلها، الدول النامية والدول الفقيرة، من أجل كانت تكمل جهود الدولة في ذاك المجال لك هو، ومن أجل المولية كان يعود في ماتياها نوع من التعاون الوطني الشامل لمحاصرة الفقر في حدود الدنيا. ولكن الأساس فعلا تم تلك اللبنة الأولى اللي هي كانت التحالف ضد سوء التغذية وعدلت، وكانت تجربة في الحقيقة رائدة وجيدة في السياق الموريتاني، خاصة اللي كان يشكل تقريبا مؤسسها والله ذي اللي مبنية عليه هو اللي يقولوا له التعاونيات الزراعية، وكان فيها قدر من التعاونيات الزراعية اللي على كل حال عد العمل جيد. كان قابل أن ذاك الموضوع بذات من اللي يستحق حلقة، يعني ديك التعاونيات مشاركة إلى حد كبير في الأمن الغذائي هنا في البلد. طبعا عندها عالياتها وعندها أطورها والطريقة، وعندها على كل حال أرقامها اللي جيدة اليوم، ولكن أرى أنها تحتاج من اللي يعني نوصلت عليها الضوء باش تفهم الناس طبيعة التحالف شنو. التحالف ما أنها لا مدى متحالفة بعد أنها لا هي تحاصر الجوع، هذا غير من اللي فعلا مدى تعمل وتشتغل ومشاركة اليوم على كل حال في الأمن الغذائي بدرجة ولا بدرجة. على كل حال القضية جديرة بأني وصلت لها الضوء. التحالف عملية قضية شنو؟ الأخرى التحالف عملية شنو؟ التحالف عمليا عبارة عن هيئات من جميع أصناف المجتمع، معناها من علماء، معناها من صحفيين، من تعاونيات، من جمعيات، من أساتذة، من شباب، من نساء. تحالف يعني كلمة تحالف معناها مدة متحالفة. أيوة. وإحنا هون ما أننا متحالفين يكون ضد شوء سوء التغذية. أيوة. معناها أننا متحامين عليه.
أيوة. هذا هو اللي قالوا تحالف، وهذه التحالف كانت لبنى أساسية بكل أنت تعدى يتعدل من قدائي، لا بد لك من تبدأ له من البداية، لا بد لك من تأسس له. أيوة. وكان التأسيس هون يعني حجرة الأساس هي بناء تحالف، معناها زاد ذاك التحالف شنو هو؟ هو بداية خلق وعي معين في المجتمع على خطورة الجوع وسوء التغذية، وعلى أهميتهم اللي على كل حال معالجته وعدم تركه للدولة بمفردها. هي اللي احنا نراه كمجتمع مدني بعد ان الدولة فعلا تقوم مجهودات يقارب ان الجوع لانه مسؤولية الناس كاملة، ما هو مسؤولية الدولة وحدها ولا هو مسؤولية الجمعيات وحدهم ولا التعاونيات ولا لا، يقال مسؤولية الجميع على كل حال في بلد واحد. وعلى ذاك الأساس بإندارت هذه الحجرة. الحجرة الثانية اللي كان لابد لك تبي سمعتهم اللي من نأسوها إلينا قطعية أخرى شهور البنك، كانت هي اللي قالوا تأسيس التحالف الإقليمي ضد الجوع وسوء التغذية، تأسيس التحالف الإقليمي للدول العربية ضد الجوع وسوء التغذية. ولكن باش تعود قلت تعود موريتانيا دوله مؤسسه فيه، بعد التحالف الموريتاني مرق مثلا الحدود الوطنيه، كان يجب على انه يتم الاعتراف، كان يجب على انه يتم الاعتراف به مثل اللي قالوا التحالف الدولي ضد الجوع وسوء التغذيه واللي ما قرروا في روما. ايوه، ولكن عنده دور تنسيقي لجميع التحالفات اللي في العالم، هذا الاتحاد الدولي اللي هو الاتحاد الدولي، عنده دور تنسيقي وتعطير الى حد ما، يعاون التحالفات، ينسقهم بينهم، يساعدهم تقنيا فنيا الى اخره، ويسهل بعض من الامور بينهم الاجرائيه والاداريه. اذا لا كان لابد من يتم الاعتراف دوليا بالتحالف. فعلا ذاك الاجراء تم، ولين تم ادخل هذا في السياق اللي قالوا التحالفات الاقليميه، معناها ان كانت امريكا تقريبا اللاتينيه على تحالف اقليمي، اسيا على تحالف اقليمي، افريقيا على تحالف اقليمي، حتى هم اللي الدول العربيه قربوا انهم عدوا تحالف اقليمي. نعم. وعلى ذاك الاساس احنا وعدنا كعضو فعلا ناشط وفاعل وتم الاعتراف فيه من طرف التحالف الدولي، وعدنا على كل حال عيطنا التحالف الدولي غير ملي بطلب من التحالف الاردني، وبالتالي جينا فهم وعدنا عضو مؤسس، لان التحالف الاقليمي للدول العربيه اليوم اسيون سبع دول فيهم موريتانيا. وهذا للورشه البسيطه اللي على كل حال لا حد تحالف اقليمي، جاوه سبع وزارات وجاتها الاميره لالا بسمه في الاردن. الاردن اللي هي بيلي هو التحالف ضد الجوع وسوء التغذيه، دائما في الدول الناميه دائما الرئيس فيه يعود رئيس الجمهوريه، يعود فيه دائما هو الرئيس الشرفي. نعم. والى عاد اللي المملكه تعود الملك ولا تعود الاميره ولا كذا. وهم في الاردن فعلا اميرتهم كانت هي الرئيس الشرفيه، وورشه بسيطه انا بتجاوز سبع وزراء وجات اميره، وكانت على درجه عاليه من الاهميه، وهم اللي على كل حال كرسوا لها مجهوداتهم كاملين وعبوا لها اللي عندهم الطاقات ووسائل الاعلام. وكان اتفقنا فعلا بعد ان تعود عمان هي العاصمه العربيه للتحالف وراك اللي هو، ولكن في الرجوع من المقررات والمخرجات اللي مثلا مراقبين الورشه، وبعد ان يعدوا بنوك كذا في الدول العربيه اللي ما فات حصلت البنوك كذا. وفعلا وصلنا لبنوك القذاء، لان رجعنا هناك حاولنا بشتى الوسائل، لان كان لابد من يتم اختراق 200 في العقليه ولا الاداريه، بهم الاداريين هون وصناع القرار ما يعرفوا توفى لباب بنك القلاع، خالقين منهم الناس اللي في الوزارات وفي مثلا الادارات المختصه بتعود عندهم معرفه عامه عن هذا، عموم الناس الصور الادارات الاخرى والناس اللي نافذه هذا ما فيه عنه اخبار قبال. اذا كنا لابد ذاك تبي سمعتهم نرجعوا ونعدلوا ذيك الانطلاقه ذيك، وعدلتهم طبعا وعدلت بقدر من الصعوبه، وطبعا هشاد دون الطموح اللي كنا احنا ندوروه وكانوا يدوروه في ركانه، يا خير بعد في نهايه المطاف عقبت وعدلت، وعقبت موريتانيا اجتازت ديك المرحله اللي هي. جدير على كل حال بالتذكير هون بعلن الانطلاق هون تم برعايه رجاجين مهمين من اكبر النافذين في اللي قالوا الامن القضائي العالمي. الاول منهم هو اللي قالوا معز الشهدي، واللي هو الرئيس أولا المدير العام لبنك القلاع المصري، وثانيا اللي هو المسؤول مثلا عن
عن البنوك عن بنوك القطاع في الدول العربيه وافريقيا بشكل عام، والمسؤول الدولي عن انطلاقهم وتاسيسهم، اذا عنه كان هون كان حاضر واشرف على الانطلاقه وقدم عروض قيمه وجيده، وعلى كل حال نالت اعجاب الجميع. كانت فيهم مدير نصرانيين قال لهم ماري كريستيان لابورت، طبعا رايك ما طلعت هون بها اللي بدلوها داروا بلدها واحد اخر نهاروا، هذا هي المنسقه العام للتحالف الدولي ضد سوء التقضية، وجات هون أم الإزادية، وعلى كل حال قدمت عروض وحضروا ذاك التبيس سمعتوا الانطلاقة، وفعلا كانت انطلاقة على طبعا من ناحية البروتوكولية ذاك احنا كنا نطمحوا لأن عود الرئيس وهو اللي مشارف عليها، والله على الأقل بعد فقل تقدير رئيس الوزراء، وإلا طحنا بعد نطيحوا للوزير، وقبلنا بعد على كل حال جاء المفوض، وكان على كل حال مهم لأنها كانت جيدة وكانت خطوة على كل حال ومباركة جيدة. هذا يجيبنا اليوم للمنتدى. احنا تلاخرت تقريبا بنك مصر لو تقريبا لا مقارنة بسيطة، بنك مصر له سبع عمان هو خالق. إلا اعتبرنا بعد أنه سنتين أعطاها بعد قاعد من داية نفسه في بناء ذاته وهياكله، خمس سنوات اليوم خمس سنوات بعد ذاك اللي هو في السنة الرايك اللي هي يطعم 4,500,000 أسرة شهريا، خالق 4 ملايين اليوم و500 ألف أسرة شهريا يطعمها البنك القطاعي المصري، معناها على أنها زاد قابضها هو الحساب، معناها أنه انتشلها من الفقر. هذا فقط كمثال، لا نرجع لماذا نعطي المثال؟ لان يعني احنا اليوم كبنك قضائي موريتاني، احنا كمجتمع مدني دورنا في الاساس ما هو هذا. ايوه هذا كان الله عدله رجال الاعمال. ايوه لان مؤسس الشركه لا يجي الصبح لا يباطي يجي هون يحضر المنتدى هنا تياها. رجل اعمال قبل ما هو رئيس جمعيه ولا هو رئيس تعاونيه، هو رجل اعمال واسس البنك القضائي المصري، وهو ربما لكن تبي سمعته اللي سهل البنك القطاعي المصري اليوم لانه عدل اختراق جيد ذاك تبي سمعته مكافاه الفقر. لماذا؟ لانه بما انه في رجل اعمال وبما انه في محيط رجال الاعمال وبيئه رجال الاعمال كان سهل عليه لانه ذاك تبي سمعته يجذبهم كاملين لانهم كلهم يستثمر 0.1% من ارباحه ذاك تبي سمعته للشان العام. انتم مدير البنك القطاعي البريطاني ما فيها اعضاء مجلس ادارته ما في لا هو اللي كنا له نقول لك احنا انت لين تعدل بنك كذا بنك كذا عنده يا الله نمو يمر بعد نوع من المراحل الاولى هي المرحله التاسيسيه معروفه، انك تبدا لك من هيئات قياديه، تبدا لك مجلس اداره، مكتب تنفيذي، كذا كذا، لا بد لك من مكاتب، لا بد لك من يعني امور بسيطه بجديات تعرف العمل الجماعي فهمتوا ولا المؤسساتي. ثانيا مولي لا بد لك من اختراق في العقليه، انك انت اليوم منين تجي لرقاج تقول البنك القضاء والله هذا ما هو لا هي يلفت انتباهه، يا غير بعدين قال بعد ان رئيس الجمهوريه الصبح هو اللي مترأس تقريبا هاي المنتدى، ولا على انه لا هي عود عليه، لا هي تجي الناس اكثر سمعته كامله وتفهم حقيقه وحكما، كلها يستيقظ من يفيق من رقاده ولا من نومه ويفهم بعد ان هذا مهم واساسي بل انه يا الله يلعب فيه دور. اذا على الاساس احنا عدنا الكثير على السنه، هو البنك انطلق 29/30/2013، اليوم عنده هيئات قياديه تعمل بشكل مرن وبشكل سلس، عنده مكاتب فيها العمل، مش بعثات بحث هاك تبي سمعته وتحقيق واحصاء مثلا تشكيل قاعده بياناته في الداخل بعد نصح لا نقول لك لان هذا ما هو عمل بسيط. اللي خاص اليوم هو شنو هو؟ هذا لا يجيبنا المنتدى، احنا نعتبر اليوم على البنك القطاعي الموريتاني كآليه ما طلعت مطروحه مشكلته، لانها يعني آليه موجوده اللي خاصه فقط ان كل رجاج يقوم بدوره. بنا احنا ما عندنا الطموح ولا عندنا ملي اللي سمعته من الامور اللي لا هي نقولوا احنا بعلنا نقدروا نعدلوا بنك غذاء مثلا بل الناس كامله، لا هو هذا البلد اللي تراعي فيه وكسائر البلدان كل مدة عندها فيه دور يا الله تقوم به. يقوم كل رقاج بدوره بالتاكيد بان كيف قال مثل الحساني ما عرفش لا هي يصلح كامل، ولين ملي تتباخل الناس هاك تبي سمعتوا القضيه كيف يخلق على كل حال احنا كمدة على كل حال هذا لا نقوم بذاك اللي نقدروا نعدلوا يا غير ما هو لا هي طلاق تبي سمعتوا النتيجه اللي نبقوا احنا نبقوا شركاء. هذا يجيبنا اليوم لماذا نظم المنتدى؟ لا نقول لك
احنا الينا عدلنا لبنك القلاع، اولا نختار هون نشيد بدور منظمه الاقليه والزراعه، ونختار نعدل اشاده خاصه لممثليتها اللي كانت هون اللي قالها مريم محمد نور، لانها انسانه حقيقه وحكما اجتماعيه، ومشيها عنا فقدت فيه موريتاني صديقه مهمه، وكانت على كل حال على وشك بعد انها تعدل امور كبار خاصه من خلال هالمهم. مع الاسف الشديد مشات وقاست بلدها وزير فيه صحه لها، غير بعد احنا ان شاء الله لكن اللي خلات هنا اتيها ندور نتابعوه بشكل جيد نوصلوه لك الطموحات اللي عندها هي واللي عندنا كاملين. لذلك الاساس احنا الليل تقريبا شهر ماهم ياسين عندي عنهم سبعه ولا ثمانيه عدلنا، عدلت انا وهي جبار مرتين ولا ثلاثه ولا اربعه مع المفوض اللي كان هو اللي هو مفوض الامن القيادي، وعلى اقتراح منه هو اللي هو الاول طبعا اللي بعد لهون على ان يا الله يعدل اطار تشاركي ولا اتفاق شراكه ما بين منظمه الاغذيه والزراعه وبنك القلاع الموريتاني والمفوضيه، ونعودوا كل اللي يعود عنده فيها التزامات واضحه ونتعاونوا على همنا. سمعت القايله وفعلا قبضنا فنيين من نحن ومنهم هم ومن المفوضيه واشتغلوا على ذاك الاطار وعدلوه، كان اطار جيد في الحقيقه، جيد وكان جيد، وكانت الدوله ظاهره فيه بوصفها على كل حال راعيه لهذا، وكانت منظمه الاغذيه والزراعه ملزمه زاد من اللي هي بشيء موقع، وكانت الفتره خمس سنوات كانت جيده، وكان في اطار الاتفاق له هو ذي المنتدى الرئيسي، اللي مبارك معه عدل، كان يا الله يعدل في اطار هذا الاتفاق الرئيسي له، ونعود متعاونين احنا عليها ثلاثه. عقب مع الاسف الشديد ما وقع ذاك الاطار، وعقب مشى ذاك المفوض الاول وجد المفوض اللي زاد هو عنده هذا، المهم بعد عقبت النتيجه ما حصلت. وعلى الاساس هما احنا لابد ان مضربنا اثنين، لا واحد انتم متابعين ذاك الاتفاق ذاك ولا يتم قال لنا الصبح ونهار الاخر والمستشار ما المستشار وكذا كذا، وبالتالي بطلنا احنا وبطل موريتاني وفوتوا الفرص وفكتوا المسؤولين اللي الدوليين اللي نقدروا نستفادوا منهم، والله اللي على الاقل مثلا ذاك اللي نقدروا نسلكوا والله نتلفاو من ذاك اللي مثلا لا يخسر نتلفاو، وهذا هو اللي عدلنا في طار هالمنتدى ذاك اللي هو كنا، بما ان على كل حال هذه اتفاقيه مصيرها مجهول على باطل عليه الحال، لا هي بعد نقبوا من هذاك المنتدى ذاك هو، ونشوفوا احنا وسائلنا الخاصه وبعلاقاتنا الجيده مع شركائنا مرقب والجيده مالي نسبيا مع الشركاء في الداخل، ونشوف شنو هي الطريقه اللي لها نجابرهم كامله الى ارضيه مشتركه ونعدلوا هذا المنتدى ذاك اللي هو، ونروقوا فيه مسالتين حقيقيتين. دكتور سعد شنو هي فائده المنتدى؟ لا نقول لك انعكاساته عليه. لا نقول لك المنتدى يا الله تفهم مدى، بعد انه اولا حدث استثنائي من حيث الاهميه الموريتانيه الرسميه والشعبيه، ولا نقول لك لماذا؟ لانك انت اليوم سبيل المثال الدول العربيه فاتت وعدلت فيها 11 بنك قلاعي. نختار نقول لك اللي روايه مهمه، لان باش تعرف ان بنك القلاع مهم. احنا في الانطلاقه اللي كانت لا يتخلق هون وزيره المراه انذاك كان جايه من السودان مناديه لانطلاق بنك القلاع السوداني. معناها على انه على درجه قاع من الاهميه عند الحكومات قبل بعد قاع مثلا الجمعيات والقطاع الخاص مثلا غير مسبوقه انهم ينادوا لهم قاع ذاك تبي سمعتوا الناس الاخرى الى اخره الى اخره، بينما احنا عندنا هم ما علم قاع بهذي قليل من الناس اللي يعلم به وعدل على كل حال، وحتى قاع وسائل الاعلام هون لا اللي هم خاضرين بشكل شاطر. يقعدوا عندهم تنسيقكم انتم ولا؟ لا التنسيق كان جيد ما فهم شيء مشكله ما منها. اذا فهم كانت هاي القضيه رجلي. القضيه الاخرى هي بعلنا المنتدى اليوم انت يجيك 11 دوله هنا تيها واغلبيتهم الخليجيين اساسا، لا يجوا دول الخليج كاملين ولا يجيك فلسطين ومصر ولبنان واليمن ودول المغرب العربي. ولا يجوك طبعا دول افريقيه. ولا يجوك شخصيات مهمه، لا يجيك مستشار مدير الشرق الادنى وافريقيا في منظمه الاقليه والزراعه اللي هو يحيى كزاز، ولا يجيك معز الشهدي اللي رايك في امريكا اللقاء السنوي بشبكه البنوك الدوليه. ولا يجيك بعض من الناس الدوليين، اي ناس رايك لا يجيك هنا تياها، ولا هي تعطي نهارين تشد اخبار لا بنوك القلاع كلها لا يجيب تجربته هو من دايت نفسه. تجربة اللي عدله بلده، احنا ايش عدلنا؟ احنا ايش وسينا؟ احنا كذا كذا الى اخره. هذا الهدف منه مسالتين، اولا موريتانيا لا تعود هون مت نهارين، هي على كل حال قبلت اللي ينقال الامن القذائي محتضنه مؤتمر قبلت اللي ينقال الامن القذائي، وعندك قريب من 170 مليون اليوم من العرب تحت خط الفقر،
لا يهتش خاص الموريتاني في هؤلاء الأيام الاثنين. هاك فهمتوا؟ ثانيا هؤلاء الأيام الاثنين احنا ندوروهم يمرقوا، ما ندوروا مثلا بالنسبة لنا احنا ما هو منتدى استعراضي. الناس من احنا هو منتدى جوهري، وعلى انه جينا في قايه الاهميه كيف قال رايك محمد، على ان بلدنا على كل حال بلد فقير ونامي وعنده مشاكل على كل حال، وعنده سياسه ضد الفقر، وعنده سياسه ضد الفقر، ويقارن اللي في نفس الوقت اللي عنده الفقر، عنده الفقر، وهذا على كل حال هو اللي وسان احنا. اذا من رايك المنطلق اللي هو عندك مقررات لا هي نخرج بها، وعندك اتفاقيات لا هي نخرج بها، ومن ضمن الاتفاقيات اللي نسعاودهم هو التعاون ما بين البنوك القنية والبنوك الفقيرة. معناها نحن رايك كبنك فقير موريتاني الاتفاقيات لا يعدلوا يعودوا في صالح البنوك الفقيرة. معناها على بنك الكويت مثلا على سبيل المثال، بنك قطر، بنك كذا الى اخره، هذو الناس لا يوقعوا على هاي الاتفاقيات، هاي واحدة. ثانيا هذا احنا لا هي اسمح لنا بعلنا على كل حال نقدوا نطور، ولكن تبي سمعتوا من امورنا ونشوفهم اللي شنو هي الطريقه اللي لاهي نقدروا نخرجوا بها باستراتيجيه موحده مكافحه الفقر في دولنا، ذاك تبي سمعتوا طبعا، وشنو هي اللي السيقه اللي قد مثلا تعدل ما بين الافارقه، ما بين بنوك الدول الافريقيه اللي قاع ماهم ياسرين. فقط تذكرت المجال بعلن افريقيا ما فيها بنك، افريقيا قط عندي عنه 2011 في قيمة بوتراجايا في الاندونيسي 21 يناير، بعض من الدول جاءوا في ماتيا حضروا ذاك المؤتمر باطل الدولي اللي يعدل في ماتيا، المؤتمر اللي يقولهم الحوار الدولي عدوا في ماتيا، وقالوا لأنهم لا يعدوا شيء، قالوا بنك جهوي دول إفريقيا يا غير ما فاتوا عدلوا. فهمتوا؟ هناك الصا مثلا محاولات عدلهم معز اللي لا يجي هناك ولا على كل حال يعدل الانطلاقه، لا اللي بعلن ذاك لا يعدل من بنوك دول العرب وبنوك دول الافارقه لانهم يجابروا حول هذه الارضيه. فقط كلمه اخرى هي اللي لانها اساسيه. نختار نقول بعلن احنا لزمنا شركائنا في الاردن ولزمنا شركائنا في مصر بعلنهم يطلبوا بنا اللي احنا طلبنا، احنا من روسنا كتحالف وكبنك كذا عدلنا رسائل رسميه ومشيناها من رئيس الجمهوريه وطلبنا فيه منه بعلنه يرعى هذا المنتدى ادريك له، وطلبنا من اللي مشتركان انهم يعدلوه. معناها نقومنا في الاردن مشاو رساله رسميه طلبوا فيها رعايه رئيس الجمهوريه، وقومنا في مصر مشاو رساله رسميه عن طريق السفاره في القاهره مشاو رئيس الجمهوريه بعلنه يرعى هذه القضيه ادريك له، ولاهلنا بعلن للقضيه الين يقتنع بها رئيس الجمهوريه ويفهم بعلنها على كل حال لا ماشي غير اللي عينه عليه، ولانها الهدف منها على كل حال هو ما هو محاصرة الفقر، وإنما إقصاء الفقر صوعه من موريتانيا. معناها زاد علينا الفقر ما تعود هون، لماذا؟ لأن كيف قلت لك إن اللي تعود اللي مصر اللي 80 مليون كل سنة تمرق 4 ملايين و500 ألف رجاج من الفقر، معناها إن إحنا اللي 3 ملايين ها يجين نجابلو كاملين رئاستنا ورجال أعمالنا ومجتمع مدننا وإعلاميين، لاك تبي سمعتوا لي القضيه هذيك اللي هي ندور لا زاد هي اللي كيف البالون، لاك تبي سمعتوا نمرقوها من عنق الزوج. نعم جي. اذا الاخ سداد، انتم كمجتمع مدني كيف توصلوا هذه الفكره اللي في درجه بالاهميه؟ وش هي الطريقه اللي تقدروا تقنعوا بها تجار هذا البلد، رجال اعمال هذا البلد، حتى تحاولوكم السياسه العامه للدوله اللي لا تتعارض مع هذا البلد، العكس قاعد عنها السياسه من السياسه العامه للبلد هي محاربه الفقر وهذا، شنو دوركم انتم في هذا المجال؟ دور المجتمع المدني له دور يتعلق بالتأطير والتحسيس وطرح الرؤى والمشاريع والمبادرات. عندما نلزم أنفسنا كمجتمع مدني بهذه الأدوار وبهذا الجهد باتجاه مبادرة الإخوة في بنك الغذاء الموريتاني، وهي مبادرة تستحق التقدير، وهي مبادرة ذات أهمية قصوى إذا ما أعطيت لها سبل النجاح، لا بد أن يقوم المجتمع، منظمات المجتمع المدني، وأن يركز الإعلام على هذا الجانب في إطار خلق شبكات وخلق أطر لمكافحة سوء التغذية
وبنوك الغذاء. وهذا البنك وجد نفسه أطره الإدارية والقانونية موجودة، له تجربة، له شركاء، له داعمين حسب ما اطلعت عليه وحسب ما عرفته من زميلي خلال التجربة. إذن المنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال الآن أمامهم إطار يستطيعوا أن يقدموا من خلاله الفعل الخير لخدمة هذا المواطن الذين هم جزء منه، وسر بقائهم هو تنمية هذا المواطن. هذه واحدة. ثانية، إذا ما اهتم الجميع بدعم المبادرات وتبني المبادرات فسيتنافس الكل التنافس الإيجابي من أجل خلق المبادرات والمشاريع والمنظمات التي تخدم التوجه العام. نحن نعرف أن البلد لديه استراتيجية من أجل مكافحة الفقر، والبلد لديه انحياز للفقراء والمحتاجين. إذن هذا عمل مكمل في هذا الاتجاه، وعلينا جميعا من قمة وقاعدة أن نتكامل وأن نشجع هذه المبادرة وأن نتسابق في فعل الخير من أجل نجاح هذا المبادرة ونجاح هذا البنك ونجاح هذا المنتدى الذي نأمل منه أن يكون الشركاء في أيام هذا المنتدى أن يقوموا بوضع كما قلت سابقا استراتيجية وبرامج واضحة لكل يوضح فيها لكل طرف دوره. إذن من هذا المنبر أتوجه إلى كافة وسائل الإعلام وإلى الصحفيين وإلى المواقع الإلكترونية وإلى رجال الأعمال وإلى المثقفين أن يهتموا بهذا الجانب وأن يشتغلوا على هذا الجانب. فموريتاني محتاجة إلى أبنائها، وموريتاني محتاجة إلى مبادراتها الوطنية، وأن تتكامل الأدوار، وأن يكون المجتمع المدني له دوره الأساسي والإيجابي والتكاملي مع بقية أدوار هذا. ونحن على يقين أنه إذا ما تفضل رئيس الجمهورية برعاية هذا المنتدى فإنه ستكون نقلة نوعية، وسيتسابق الخيرون من هذا البلد لفعل مبادرات أخرى تصب في هذا الاتجاه لرقي وسعادة هذا المواطن الذي هو سر بقائنا وسر ديمومنتنا وسر سررتنا. ونفتح آفاق ونفتح مجالات للتمويل ولبناء المشاريع مصدرها وطني من أجل أن تبقى موريتانيا واستراتيجيات موريتانيا ومشاريع موريتانيا تنطلق من حاجات الناس وأجندات الوطنية والمشاريع الوطنية. هذا ما أردت أن أشيره. سيد الرئيس، نحن كنا في الأيام الماضية في منتدى اقتصادي، وقريبا سنفتح الأبواب أمام منتدى البنوك، بنوك الغذاء الإفريقية والعربية. المنتدى الذي كان قبل فترة كان منتدى مثلا ناجح بجميع المقاييس، منتدى كان رسميا، ما مدى تعاطي الجهات الرسمية وما مدى التحضير لهذا المنتدى؟ والذي طبعا التحضير هو سر النجاح. شوف، اولا خير سابنا اختصر لان الوقت بدا ما تحتاج. شوف، اولا سابنا جاوب السؤال فما ملاحظه كنت قصير نقولها بعض لطوف باللي شفت هذا المنتدى اللي نعد لهم ولا يعود سنه يحتذى به في الدول العربيه الاخرى اللي في الاتفاق مع الشركاء اللي عندنا ومن الاستراتيجيه والمنهجيه اللي الله تبناهم بعلن السلطات الرسميه في اي بلد عربي يا الله تشجع دائما على الجهود اللي تقوم بها بمكافحه الجوع والسوء والتقليد. وهذا ربما قد يعود من مميزات هذا المنتدى اللي هو، لانه احنا متفقين في ورقه العمل اللي عندنا بعلن رئيس الجمهوريه في اي بلد ايا كان الى عاد اللي معدل شيء صالح الفقراء على التحالف الاقليمي لبنوك الغذاء والتحالفات العربيه على انه يكرموا
معناه أعلن ويعطيهم للرئاسة الدورية. هذا يا الله يعدل في كل دولة وفي كل سنة. هذه السنة لا يعدل ماكشوط، لماذا؟ لأن موريتانيا قبلت القرار. السنة الجاية لا يعدل في مصر، بعدين يعدل في قطر وهكذا. وتعود على كل حال قضية تسمح مثلا الجهود الرسمية والشعبية بأنها تجابر حول أرضية مكافحة الجوع وسوء التغذية. أما بما يخص التحضير، التحضير هذا اللي عن التحضير على شكلين. اللي منه على كل حال خارج الحدود كيف قلت لك ما عنده مشكلة، الأمور الحمد لله ماشية يعني جيدة، أنا نقول عنها أكثر من جيدة. لأن احنا فتنا أدريك جبرنا قريب من 10 بنوك فاتوا أكدوا حضورهم. منظمة الأرضية والزراعة في القاهرة أكدت حضورها. المدير العام لبنك المصري أكد حضوره. التحالف الإقليمي أكد حضوره. معناه أعلن يعني الشركاء مرقب كاملين، ما في أي مشكلة. بالنسبة للداخل الشركاء اللي منهم لقينا كاملين، والله اللي منهم كتبنا له، ما شفنا هم اللي ما شفنا فما يكون استعدادك أنت بيسمعته للعمل في التجارة اللي هو فقط أنك تعرف بعدين 2021 عاد تقريب. والناس على كل حال لاقع من زاوية مثلا الأمور الإجرائية والترتيبية، ناس محتاجة لأنها تعدل التأشيرات تمشي وكذا إلى آخره، وبالتالي يجيب حقيقة وحكما بعلن الشركاء كاملين، يصوص قاع منهم الوطنيين ويوصوا منهم اللي خارج ما فاتوا، يا الله يقبلوا قرارهم بالعجلة، ويا الله مد على كل حال هؤلاء السابع الثلاثة اللي ما زالون تعود تعاون عليهم أساسا بعد تخلق استنفار مهم أكتبي سمعته في على مستوى الوطني إلين تعود راكتبي سمعتوا شركاء كاملة على قدم على نفس المستوى راكتبي سمعتوا من التحضير ومن الاستعداد. وأنا في اللي يظهر لي بل إن هذا المنتدى إلين على كل حال يعود كيف قلت لك ريك يعود تحت رئاية رئيس الجمهورية، وتعود الشركاء كاملة راكتبي سمعتوا الوطنية فاهمتوا راكتبي سمعتوا ومنخرطة فيه كيف تنخرطت فيها الشركاء الاخرين الاجانب. اللي يظهر لي بانه دور عود سابقه اولا مع قطع عدد الدول العربيه، وثانيا ملي النتائج لا هي مرقم المنتدى، لا يعودوا يرجعوا بالفضل الموريتانيا الرسميه والشعبيه بالتاكيد. نعم، اذا مشاهدينا الكرام هذا ما سمح به الوقت، اشكركم واشكر باسمكم ضيفي هذه الحلقه السيد سلمو والحنفي رئيس بنك الغذاء الموريتاني ورئيس التحالف الموريتاني ضد الجوع وسوء التغذيه. شكرا لكم سيد الرئيس، كما نشكر كذلك محمد السيدات ناشط في المجتمع المدني الدولي. وهذه تحياتي وتحيات الفريق الذي اشرف على انجاز هذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله.